نحن الآن على الطريق الواصل بين مدينتي إدلب وسراقب وبالقرب من مدينة سرمين تحديدا. هنا في هذا المكان وعلى هذا الطريق اجتمع الآلاف من المتظاهرين الذين يطالبون بحق العودة إلى قراهم وإلى بلداتهم التي سيطرت عليها قوات النظام في أو إبان الحملة العسكرية الأخيرة بدعم روسي وإيراني. من معرة النعمان ومن سراقب ومن جميع هذه المناطق اجتمع هؤلاء من ريف إدلب الشرقي، من ريف حلب أيضا، اجتمعوا هنا في ثاني أيام عيد الفطر المبارك ليطالبوا بالعودة إلى قراهم وإلى بلداتهم ورفض تواجد قوات النظام في قراهم وبلداتهم، والذي يعتبروه احتلال لقراهم وبلداتهم كما يقولون. طبعا شعارات عديدة تردد هنا: إسقاط النظام، المطالبة بالإفراج عن المعتقلين القابعين في سجون النظام، ولكن أبرز ما يطالب فيه عدد كبير من المتظاهرين هنا هي حق العودة إلى قراهم وإلى بلداتهم تحت تجمع أطلق عليه اسم طوفان العودة. مصطفى الخلف، تلفزيون سوريا، ريف إدلب. ثورة مستمرة غصبا عن بيت الأسد بإذن الواحد الأحد، غصبا عن بيت الأسد ثورة مستمرة.